السلام عليكم حبوباتي، دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. غادي نقدم معكم واحد السلطه بالعدس والطون اللي كتجي غزاله وسهله اقتصاديه في نفس الوقت، واللي كيحبوها الوليدات. خاصنا نعطيو لوليداتنا العدس ياكلوها باي طريقه، بالطريقه اللي كيحبوها هما، بالطريقه اللي كتعجبهم. العدس
ديالنا مزيان، كنقلبوا فيها كتجي رائعة البنات صدقوني. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. شلاضة اللي سهلة وفي المتناول ديال الجميع ولذيذة في نفس الوقت. من بعد ما خلطتها انا درتها في الطبسين ودخلتها للثلاجة بردات شوية ومن بعدها خرجتها. جربوني البنات كتجي رائعة، ولا عجبتكم قولوها لي في التعاليق، وما تنسونيش حبيباتي التعاليق زوينة كتحفزني وتخليني نزيد القدام، وما تنسونيش من البارطاج، بارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تزيد تكبر القناة ديالي ان شاء الله بحول الله. وبسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله.